رجعنا مع حضراتكم وفقراتنا الحواريه الاولى في البيت الكبير. اثنين من النقاد الكبار جدا معانا النهارده ومشرفنا في البيت الكبير، الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بجريده الاهرام، ومعانا طبعا الاستاذ الكبير عصام شلتوت مستشار التحرير بموقع القاهره 24. برحب بيكم في البيت الكبير استاذ عصام. اهلا بك كابتن هاني. ازي حضرتك استاذ محمد؟ منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك كابتن هاني، دايما بنشرف ونسعد بوجودنا معاك، وسعيد بتواجدي مع الاستاذ الكبير. ربنا يخليك يا استاذ حبيبي يا ابو عيش في العمر. احنا كمان بنسعد بيكم دايما وبنفتح حوارات وبنتكلم ان شاء الله على اكيد ملفات النادي الاهلي، وبدايه من النهارده لغايه يوم 27 ان شاء الله. زي ما قلت احنا دايما سبورت لاولادنا، للجهاز الفني ان شاء الله، بنتعامل مع الامور بهدوء باحترافيه، ولكن كمان بنحلل المواقف وبنحلل خاصه يمكن مباراه امبارح. هبدا بيها يا استاذ محمد، شفت المباراه ازاي؟ مش على مستوى النتيجه لكن على مستوى الفني، على اداره موسيماني للمباراه. تمام، يعني طبعا يعني انا بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الوصول لنصف النهائي، طبعا بطوله مهمه جدا. صحيح. على مستوى البطولات المصريه ثاني بطوله على مستوى مصر الاهلي وصل فيها للنصف النهائي، ان شاء الله يكمل فيها حتى يصل الى كاسها باذن الله. يعني شايف المباراه يعني كانت تجربه كبيره وتجربه حلوه بالنسبه للموسيماني، بالرغم من عناصر كتيره جدا من اللعبة الاساسيه، سواء الدوليين اللي جايين مجاهدين وتعبانين، او ان هو بيفضل يريح بعض اللعيبه او بيخفي بعض اوراقه. يعني المباراه دي ليست مقياسا او معيارا، بدليل احنا قعدنا يمكن في حاله قلق لحتى اخر لحظه، مع انك انت مع كل التقدير لفريق ابو قير للاسمده والفرق كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي، لكن في النهايه النتيجه ظلت معلقه حتى اخر لحظه. كان ممكن لو اي كره طايشه في اي لحظه ممكن تخش جون، زي الجون اللي دخل فيه اي كره كانت ممكن تعمل لك مشكله، لكن المؤكد ان هو استفاد منها بدرجه كبيره جدا، وعمل نوع من اللخبطه. يعني ما حدش عارف هو عمل ايه ولا اشتغل ازاي ولا وضح لك اي صوره ولا جمل ولا اي حاجه. يعني اشعر ان موسيماني خبى يعني جملا وخططا وتكتيك ولاعبين خبى في هذه المباراه، لم يفتش ولم يظهر اي اوراق على الاطلاق، هو حقق الهدف المطلوب منها وانتهى الامر بالنسبه له. اعتقد ان الامور هتكون مختلفه تماما خالص، لكن طبعا كان مهم جدا انك تتجاوز هذه المرحله وتعدي، لان بطوله الكاس دايما بطوله المفاجآت. يعني في النهايه يعني ما فيش مقارنه بينها وبين بطوله الدوري، بطوله الدوري ده حاجه ثانيه خالص مختلفه تماما، ودي بطوله الانديه الكبيره العظيمه في كل العالم. اما بطوله الكاس ممكن تجد اي فريق حتى لو من الدرجه الثالثه ممكن يوصل للنهايات. يعني حتى شفنا فريق اف سي مصر وهو فريق غير مكتمل، حتى ما كانش معاه لعيبه، يعني كان قاب قوسين او ادنى ان يطيح بالزمالك خارج الكاس لولا ان زاك يعني اخر دقيقه. الزمالك هو عامل اللقب يعني بالظبط، يعني عامل اللقب، كانت عمل مفاجاه كبيره جدا حقيقه. يعني فطبعا يعني انا شايف ان هي كانت تجربه كويسه، يعني زي تمرينه كويسه جدا كده اتمرنوا فيها، ولا حقق هدفه منها يعني.